في الوقت الحاضر لا يستطيع معظم الناس الشكوى من سرعة الإنترنت، على الأقل قطعنا شوطاً طويلاً من أيام إنترنت وصلة الهاتف. لكن حتى مع اتصالنا فائق السرعة هذه الأيام، لا يزال بإمكانك جعل التصفح أسرع إذا تعلمت استخدام اختصارات لوحة المفاتيح عند تصفح الويب. قبل أن تعرف أفضلها، اضغط على زر الاشتراك واقرع الجرس للانضمام إلينا هنا على الجانب المشرق. والآن يحتوي كل متصفح إنترنت على اختصارات خاصة للوحة المفاتيح، لكن هناك الكثير من الاختصارات المشتركة بين المتصفحات. التركيبات التي عليك معرفتها تلك التي تتضمن الأزرار الأكثر استعمالاً، وهي Shift و Control أو Command في أجهزة ماك، و Alt أو Option في أجهزة ماك. 1. الانتقال بين علامات التبويب. Control أو Command زائد رقم من 1 إلى 8 عبارة عن طريقة سريعة للتنقل بين علامات التبويب المفتوحة. أدخل رقم علامة التبويب التي تحتاجها، وهذا هو علامة التبويب التي تريدها ستظهر أمامك مباشرة. فقط تذكر أن تعد من اليسار، وإذا كان لديك أكثر من 8 علامات تبويب مفتوحة سيأخذك Control أو Command زائد 9 إلى علامة التبويب الأخيرة على اليمين. 2. الانتقال من علامة تبويب إلى أخرى. يتيح لك الضغط على Control أو Command زائد Tab التبديل إلى علامة التبويب التي على يمين تلك التي تشاهدها الآن، وسيأخذك Control و Command زائد Tab زائد Shift في الاتجاه المعاكس من اليمين إلى اليسار. 3. إغلاق علامات تبويب ونوافذ جديدة أو فتحها. Control أو Command في أجهزة ماك زائد W يغلق علامة التبويب الحالية. يمكنك استخدام Control أو Command زائد T زائد Shift عندما تحتاج إلى إعادة فتح علامة التبويب الأخيرة. هذه حيلة تنقذ الحياة. يفتح الاختصار Control أو Command زائد N نافذة متصفح جديدة، وإذا كنت بحاجة إلى فتح علامة تبويب جديدة فيمكنك الضغط على Control أو Command زائد T. 4. التكبير والتصغير. Control أو Command في أجهزة ماك وزائد سيسمح لك بتكبير المعلومات التي على الشاشة بحيث يمكنك رؤية تفاصيل أصغر، وإذا ضغطت على Control أو Command وعلامة ناقص فستجعل كل شيء على الشاشة يبدو أصغر. وأخيراً يؤدي إدخال Control أو Command زائد 0 يرجعك إلى مستوى التكبير الافتراضي. 5. تحرك لأعلى الصفحة أو لأسفلها. يؤدي ضغط مفتاح المسافة أو زر Page Down إلى تحريك بقدر إطار واحد للأسفل، ومن خلال الضغط على مسافة زائد Shift أو مفتاح Page Up فقط يمكنك التحريك بقدر إطار واحد لأعلى. إذا ضغطت على زر Home فسيأخذك إلى أعلى صفحة مفتوحة، ويؤدي النقر على End إلى أخذك إلى أسفل الصفحة الحالية. ومع ذلك في أجهزة حاسوب ماك بدلاً من Home تحتاج إلى الضغط على Function زائد السهم الأيسر. Function زائد السهم الأيمن يؤدي عمل زر End. 6. العمل مع المفضلات وتاريخ التصفح. إذا كنت بحاجة إلى إضافة الموقع المفتوح حالياً إلى المفضلة فاضغط على Control أو Command في أجهزة ماك زائد D، ولعرض تاريخ التصفح اضغط Control زائد H لويندوز أو Command زائد Y للماك. سيعمل هذا على فتح علامة تبويب جديدة ترى فيها خطواتك على الإنترنت. إلى جانب ذلك، إذا كنت تريد مشاهدة تاريخ أحدث التنزيلات فأدخل Control زائد J لنظام التشغيل ويندوز و Command زائد Option زائد L للماك. والآن دعونا نتحدث عن بعض اختصارات لوحة المفاتيح العشوائية التي ستتيح لك القيام بعدة أمور بشكل أسرع. 7. Control أو Command في أجهزة ماك زائد L ينقلك مباشرة إلى شريط العنوان حيث يمكنك كتابة عنوان صفحة. 8. Control أو Command زائد R مفيد إذا كنت تنتظر تحديث الصفحة. الاختصار يحدث الموقع المفتوح في علامة التبويب الحالية. 9. Alt زائد السهم الأيسر أو الأيمن مفيد إذا كنت نقرت الكثير من الروابط في نفس علامة التبويب. في هذه الحالة إذا ضغطت على Alt زائد السهم لليسار فستنتقل إلى الرابط الذي فتحته من قبل. Alt زائد السهم الأيمن يرسلك رابطاً للأمام. تعمل هذه الاختصارات لنظام التشغيل ويندوز،
لكن إذا كنت مستخدماً لنظام التشغيل ماك فاضغط على كوماند بدلاً من ألت. 10. يعتبر كنترول أو كوماند في أجهزة ماك زائد F مناسباً عندما تحتاج لإيجاد بعض المعلومات المحددة على الموقع. بعد كتابة هذا الاختصار سيظهر شريط البحث حيث يمكنك إدخال العبارات أو الكلمات الرئيسية التي تريد إيجادها في الوقت الحالي. 11. يتيح لك كنترول أو كوماند زائد أو فتح أنواع معينة من الملفات. بهذه الطريقة ستتمكن من عرض الصور أو تشغيل الفيديوهات أو الاستماع إلى الموسيقى على الفور. لست بحاجة لفتح أي تطبيقات أخرى لهذا الغرض. الجانب السلبي الوحيد أن هذه التركيبة من المفاتيح لا تعمل لمايكروسوفت إيدج. 12. لمحو كل سجل التصفح اضغط على Ctrl زائد Shift زائد Delete لنظام الويندوز أو Command زائد Shift زائد Backspace في أجهزة ماك. بطبيعة الحال هذا لن يجعل تاريخك يختفي في غمضة عين، وإلا فقد تخسر جميع بياناتك عن طريق الخطأ. سيؤدي اختصار لوحة المفاتيح هذا إلى ظهور مربع خاص لتأكيد الأمر وضمان أنك فعلا تريد مسح سجل التصفح. الجانب السلبي الوحيد أن هذا الاختصار لا يعمل في سفاري. 13. يعتبر كنترول أو كوماند في أجهزة ماك زائد P رائعاً عندما تحتاج إلى طباعة صفحة مفتوحة حالياً في متصفحك. يمكنك أيضاً اختيار أجزاء الصفحة التي تريد طباعتها. 14. كنترول أو كوماند زائد S تركيبة مفيدة تسمح لك حفظ الصفحة الحالية على جهاز حاسوبك. سيظهر مربع حفظ باسم ويمكنك بعد ذلك تحديد مكان حفظ الملف سواء كان ذلك على سطح المكتب أو في المستندات أو مكان آخر. 15. في هذه الأيام ستحتاج على الأرجح إلى فتح شفرة المصدر للموقع الذي تستخدمه، وإذا لم يكن هذا صحيحا فعلى الأقل يمكنك إبهار أصدقائك وعائلتك بالشاشة الرائعة التي تنبثق. في أي حال للقيام بذلك على نظام الويندوز اضغط Ctrl زائد U في وقت واحد. بالنسبة لمستخدمي ماك سيكون الأمر كالتالي: Command زائد Option زائد U. 16. تصفح سريع للفيسبوك. والآن لا يمكنني التحدث عن تصفح الإنترنت دون ذكر المكان الذي نقضي فيه الكثير جدا من وقتنا، فيسبوك. إذا كنت تسجل الدخول من حاسوبك إلى جانب تطبيق الجوال فإن اختصارات لوحة المفاتيح هذه ستجعل التصفح أكثر متعة وكفاءة. بالطبع قد تختلف مفاتيح الاختصار هذه اعتمادا على المتصفح أو النظام الذي تستخدمه. إذا كان لديك نظام تشغيل ويندوز فيجب استخدام Alt زائد رقم معين من 0 إلى 9 لإيدج وكروم، أو Alt زائد Shift زائد رقم لفايرفوكس. لسوء الحظ إذا كنت تستخدم متصفح إيدج على نظام تشغيل ويندوز 10 فلن تعمل سوى الأرقام 1 و2 و9 و0. بالنسبة لأجهزة ماك كروم وسفاري وفايرفوكس يجب استخدام Ctrl زائد Option مع رقم معين. يأخذك كل رقم في الاختصار إلى مكان مختلف. على سبيل المثال يؤدي الضغط على 1 في النهاية إلى المنشورات. إذا كنت تريد التحقق مما إذا كان لديك أي طلبات صداقة أو توصيات جديدة فإن الضغط على 3 سيأخذك هناك. سيأخذك الضغط على 5 إلى إشعاراتك. بالنسبة إلى الإعدادات فهذه مهمة الرقم 6. وإذا احتجت في أي وقت للتحقق من الشروط والسياسات تعرف تلك الأشياء التي نوافق عليها جميعا دون قراءتها حقا، اضغط 9 مع الاختصار. هناك الكثير من الاختصارات في الفيسبوك، لذلك العب بها وأخبرنا كيف تسير الأمور. هل تعرف أي اختصارات أخرى مفيدة لتصفح الويب؟ اكتبها في التعليقات أدنى. تذكر أن تعطي هذا الفيديو إعجابا وشارك مع أصدقائك، وانقر على الاشتراك لتظل دائما على الجانب المشرق من الحياة.